We appreciate everybody's thoughts and prayers. We truly are grateful. We appreciate everyone who's condemned this. But unfortunately, thoughts and prayers do not save lives. Actions do. And tomorrow, inshallah, we rise and we act. We are suffering with compound grief, loss after loss, hate after hate, hate speech after hate speech. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا صعقنا يوم بما حدث يوم الأحد باستشهاد عائلة مسلمة من الأب والأم والبنت والجدة وإصابة الابن بإصابة بليغة يعني شفاه الله ورحمهم جميعا يعني. وكان هذا حادث إجرامي ولكن مش حادث إجرامي اعتيادي، هذا حادث إجرامي ينبع من كراهية الإسلام والمسلمين، وهذا حسب قرار الشرطة التي لا تتقرب هذه الأمور بسهولة يعني. فهذا الحدث صار في مدينة لندن أونتاريو، وتجاوبا مع الحدث ومع المأساة الكبيرة يعني الحمد لله تجمعت الجالية المسلمة مع أصدقائها وحلفائها غير المسلمين وغير العرب في ساحة المشهد الكبير في وينيبيغ في مانيتوبا. وبسبب ظروف الجائحة كان الاجتماع بالسيارات بالعربات، وقمنا بحفل تأبيني لهم يعني، وشارك معنا بعض يعني ثلة من قيادات البلد، من قيادات الجالية، في يعني في بخواطر وأحاديث تؤكد على أننا لن نستسلم للكراهية، وأننا سنقاوم وسنصر على حقوقنا كمسلمين، وأننا ندعو جميع الكنديين المحبين للتعايش والسلام أن يعملوا معنا يدا بيد في سبيل تحقيق يعني هذا الهدف، حتى تكون هذه البلد يعني بلد لكل مواطنيها، سواء السكان الأصليين منهم وحتى إلى الوافد الجديد الذي يصل إلى كندا اليوم أو أمس. If we really love this country, then let's look in the mirror. Let's work against hate, Islamophobia, and all other forms of hate. Our government has to stop giving us statements that are mere slogans and political pandering. Sisters who would like to wear hijab, don't let anyone force you not to do so. Muslims who like to come and choose to come to a mosque, do not be intimidated from coming to your mosque because of fear or because of any concern for your safety. احنا هنا لسبب انه عشان نوروا للعالم انه fear ولا الخوف عمره ما راح يتغلب على الـ على الـ على الهيومنكايند، على الـ على البساطة وعلى الـ وعلى الـ الإنسانية، الإنسان في حد ذاته. وطبيعة الحال يعني نحاولوا أن نمدوا صورة إيجابية على المسلمين وعلى المجتمع الإسلامي بصفة عامة يعني. أول شيء أعزي الجميع الأمة الإسلامية في كل مكان على هذا المصاب الجلل، الله يرحم أمواتنا وأموات المسلمين ويصبر جميع الأهالي والأقرباء هذه العائلة وكمان جميع المسلمين. تاني شيء بدي أتشكر كل من حضر اليوم هاي الوقفة التضامن قدام مسجد ويفرلي، ما شاء الله تبارك الله العدد كان كبير، وهذا يدل على شيء واحد اللي هو أنه كلياتنا كل الأمة الإسلامية إيد واحدة إن شاء الله. بدي أضيف شغلة إنه كل الناس اللي إجوا اليوم كان جايين لحتى يقولوا لا للإرهاب، لا للعنصرية، لا للإسلاموفوبيا. بدي أتشكر كل من كان له دور ولو بسيط في ترتيب هذا الموضوع أو تنظيمه. شكرا، شكر جزيل جدا 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 لكل الفولنتيرز المتطوعين اللي اليوم ما شاء الله تبارك الله ما هدوا، والحمد لله الحمد لله رب العالمين. طبعا
احنا هون جايين بوينبيك مجتمع مسلم لنظهر انه قديش أهمية هذا الموضوع ونوصل هذا الصوت للمجتمع الكندي ككل، بسبب انه اولا واخرا العنف والارهاب والكراهية هي سبب لكثير من هاي المشاكل والاصل ما تكون موجودة في المجتمع الكندي. فتواجدنا هون نحن مع مجموعة من كبيرة من المجتمع الكندي حتى غير المسلمين لنناصر هذا الموضوع ونظهره على الساحة مرة تانية لنقدر نعمل تغيير إيجابي وفعلي بهذا الموضوع، مو مجرد إن شاء الله شعارات أو كلام. فشكرا للتغطية الإعلامية من فريق الوطن. يعني حسيت بالحزن وال يعني هذا ولد صغير جدا، عنده 9 سنة، صغير جدا جدا، وأمه وأبوه وأخواته ماتوا كاملين، وأنا أحب عائلتي كثيرة كثيرا جدا، وأنا لم أقدر أن أصور هذا الشيء. يعني لي أولا لنظهر أننا متأثرين بما حدث أكيد، أولا كإنسان ثم كفرد من الـ الكوميونيتي، وثانيا لكي نظهر أيضا أنه مع كل هذه الأحداث التي ما حدث في مونتريال منذ سنوات وما حدث في لندن أونتاريو منذ أيام لن يوقفنا، وسنبقى دائما متحدين وسنحاول أن نظهر للعالم أن المسلمين لا داعي للخوف من المسلمين، لأنهم مجموعة تدعو إلى السلام وإلى المحبة وإلى الإخاء.